بأننا نتطلع في هذه السنة القضائية الجديدة إلى تسريع وتيرة العمل القضائي بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وكلنا نعلم ما تستحقه المؤسسة القضائية من مكانة رفيعة، فهي الدرع الحامي للممتلكات وللمواطن، واليد المؤتمنة على حقوق الناس، والعين الصاهرة على السكينة والطمأنينة في المجتمع. انطلاقا من مكانتها هاته ومما هو منتظر منها من وظائف متنوعة في إطار حركة البناء الوطني، فإننا حريصون كل الحرص على تعزيز آليات استقلاليتها قصد ضمان سيادة القانون وصيانة الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات.